لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك والفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. رونالدو يعني عمل العملة وعبارة على قائد، قالوا ما أنا قائدكم، يلا جنود أتاك، وجنود اليوفي يحاربون من أجل قائدهم رغم أنه هو سبب المشكلة الآن. مرتين ثلاثة والحكم أحد المساعدين مش يحكي له، أنا كريستيانو عمل هو إيه رونالدو، رونالدو أنا متأكد يمشي يمكن كريستيانو رونالدو على ورقة صفراء. شو يعمل فيليكس؟ شو يعمل فيليكس؟ شوف الحكم كيف يبدأ فيه أو يطنش، يعني شوف أو فيليكس حايتلي تواصل هنا واحدة أخرى شوامة بالضبط عادية في الثانية، لكن الأولى استعمل والله يظل شوية قاسي، لا يظل شوية قاسي. نادى رونالدو، ورقة حمراء لكريستيانو رونالدو، ورقة حمراء في 29 دقيقة. جيتك يا عبد المعين باش تعيد، لقيتك يا عبد المعين عليا، مش ممكن. حكم المساعد هو فيليكس يقول للقائد كياليني ها وش عمل كريستيانو. نصف ساعة ما نتذكرش كريستيانو خرج بورقة حمراء في أوروبا، مش ممكن شعملت كريستيانو. هاي الحوار أعطيني كيفاش تلاقي الضربة في الكونتاكت الثاني عادي جدا، لذلك الفار سيعتمد في الأدوار المتقدمة. شوف نزليك ما فناش، أنا نشوف قصار قاسي جدا. رونالدو تأثر كثيرا كريستيانو، مش ممكن. اللقطة الأخيرة الصراع متواصل كان مع جايا، ورقة حمراء اليوفي ممكن تقلب المباراة. كريستيانو رونالدو الذي أراد أن يعود من إسبانيا من الباب الكبير ويخرج اليوم بورقة حمراء. هذه اللقطة الأخيرة فما لامس، لا 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 هذه إذا ماكسيموم فيها ورقة صفراء. وظلم رونالدو في الميستاين وظلمه المساعد، فماش فار يا مانزوكيتش. لذلك الآن الحكم فيليكس كيفاش كان يثبت من مساعده، بصراحة المساعد